شيخ ايه شو هلا؟ ما بدي اعتذر على هذا الموضوع لا شيخ عمي ما بدي اعتذر الله يعوض على من كل مين اكل وكل مين ما اكل ان شاء الله بياكلنا عند النبي اللهم اخلف على من بذل يا اخلف على من بذل الاول يا رازق الطير والحجر لا لا هي شغلي شغلها بالدور هجيب لك كذا من مره ذكر الشيخ شغلي فوانيس بس يجي كهرباء هلا انت ما لقيت غير هون على الاصبع المجروحه ابو عبد الزهير لحمه مشويه ابو احمد سلطه مع لحمه مشويه يا رب الله يخليك الله يعوض عليك الله يخليك ويخلي خيرك هالشمعات يا رب ان شاء الله الجمعه الجايه بنجوز عادل الله يحرمنا الله يحرمنا ما هذا محرمنا الحمد لله شو ما نامش رحنا هلا ولا صوره والله يا اللهم لك الحمد الحمد لله نامي سجل لي على عمو تطلع حدا تحكي